إذا ننتقل إلى مراسلنا في لندن عمر بشير للمزيد من التفاصيل. عمر أهلا بك، هل تشير التقديرات أو المعلومات حتى الآن إلى أن التغيير الوزاري سيشمل وزير التعليم والخارجية فقط؟ التغيير الوزاري بالتأكيد سوف يشمل عدد آخر من الوزراء. إلى الآن أقيل كل من وزير التعليم، وزير العدل، وزير الإسكان. للتو ربما شاهدتم خلفي قبل قليل وصل وزير الخارجية دومينيك راب إلى 10 داونينج ستريت هنا وسط مؤشرات بأنه سوف يقال من منصبه. قبل ساعة أو أقل من ساعة من الآن مصادر بريطانية نشرت خبر إقالة دومينيك راب من منصبه كوزير للخارجية، إلا أنها نفت لاحقا هذه الأخبار. الوزير ما زال على منصبه، ولكن هناك انتقادات كبيرة له من المعارضة وأيضا من بعض نواب المحافظين بشكل خاص بعد إدارته للأزمة في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على أفغانستان. هذه نقطة مهمة ربما تؤدي إلى إقالة دومينيك راب من منصبه كوزير في الحكومة البريطانية. ولكن حتى إذا ما أقيل من منصبه وفق كل هذه المؤشرات، فإنه سوف يكلف بإدارة وزارة أخرى. من المرجح وفق التوقعات أن تكون وزارة العدل باعتباره محامي سابق، وأيضا ربما يكون يشغل منصب مايكل جوف في وزير في مجلس الوزراء، بمعنى المسؤول عن إدارة هذه الوزارات ككل من حيث التناسق والترتيبات مع رئيس الوزراء البريطاني. ولكن إن أقيل من منصبه هذا يعني أنه تراجع في الأولوية، نظرا لأن وزارة الخارجية مع المالية هي من أهم الوزارات بعد رئيس الوزراء البريطاني بعد هذا المنصب. إذا ما تذكرنا أن دومينيك راب هو الذي شغل منصب رئيس الوزراء العام الماضي عندما دخل بوريس جونسون للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا. يتوقع أيضا أن تقال ليزا تراس وهي وزيرة التجارة وتنقل إلى منصب وزير الخارجية إذا ما أقيل دومينيك راب، وهذا التقدم لها بناء على علاقتها الوثيقة وشعبيتها الكبيرة في حزب المحافظين، والأهم إبرامها اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وطبعا رغم الانتقادات التي وجهت لها بشكل خاص في الاتفاقية التي وقعت مع أستراليا لإخلالها بتعهدات قمة المناخ بالحفاظ على انبعاث غازي وحراري أقل من 1.5%، ولكن تبقى بشعبية كبيرة لدى حزب المحافظين. وزارة الداخلية وعلى رأسها براتي باتل لا يتوقع أن تشهد تغيير، لا يتوقع أن يتم إقالتها رغم الانتقادات الكبيرة التي وجهت لها بسبب إدارتها لملف الهجرة وتزايد عدد المهاجرين القادمين عبر البحر من فرنسا، ووضعها لخطط انتقدت من مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها لا تهتم بحياة المهاجرين ولا تعطيهم الأولوية. لكن رغم كل ذلك لا يتوقع أن تقال من منصبها، لأن وفق تسريبات بوريس جونسون لا يريد تشكيل تحالفات ضده من قبل وزراء لهم ثقل كبراتي باتل، وربما يعني تطيح به في المستقبل وفق بعض التحليلات. لكن تبقى ذلك بعيدا الى حد كبير. علينا ان ننتظر ما ستحمله الساعات القليله القادمه من تغييرات وزاريه لاحقه. الى الان اقاله وزير العدل، وزير الاسكان، ووزير التعليم. عمر بشير مراسلنا من لندن، شكرا جزيلا لك.